إبداعات متميزة بأبجديات طفولية، واستعراضات معبرة بإيقاعات وطنية. فقرات مسرحية وأخرى فكاهية. أجواء حماسية طبعت الدورة الثالثة لمهرجان الساحل للطفل الذي نظمته جمعية الساحل للتنمية والثقافة بساحة كورنيش قصر المجاز بمنطقة القصر الصغير تحت شعار أطفالنا رجال الغد. اولا سعيد بالتواجد في هذا المهرجان الرائع اللي هو في النسخه الثالثه ديالو، مهرجان الساحل للطفل التي تنظمه جمعيه الساحل للثقافه والتربيه. وحنا من هنا نهنئ رئيس المهرجان او مدير والرئيس ديال جمعيه الساحل السي محمد هيش المرتاح، وكنشجعوه وكندعموه وكنطلبوا من كل الفاعلين سواء المجتمع المدني سواء سلطات اقليميه ومحليه او من سياسيين انهم يشجعوا على مثل هذه المهرجانات اللي عندها علاقه مباشره بالطفل الغاد بالمستقبل ديال بلدنا. الفنانة المغربية أمينة كرم التي تشارك لأول مرة في إحياء حفل بالمغرب أشعلت حماس الأطفال بصوتها الشجي وأدائها المتميز. أنا جد سعيدة بحضوري وفخورة جدا لأن هذا أول حفل لي بالمغرب وأول مهرجان غادي نحضر فيه في المغرب، وأنا جد سعيدة وكنشكر بزاف المنظمين ديال هذا المهرجان هذا بحيت كيعطي فرصة للأطفال باش يبرزوا المواهب ديالهم، وكنتمنى يعني هذا ما يكونش آخر مهرجان لأن الطفل المغربي في حاجة للاهتمام، الاهتمام الكبير يعني، وهذه الظاهرة اللي حنا كنعرفوها يعني ما كاينش اهتمام. كنتمنى يكون مهرجان ثاني واهتمام آخر للطفل المغربي، وشكرا. وحتى يستمتع الكبار أيضا فقد كانوا على موعد مع مجموعة من الوجوه الفنية الصاعدة القادمة من مختلف المدن المغربية. هذا العام حاولنا أننا نطوروا المهرجان وتكون أنشطة مختلفة وتكون حتى حضور الفنانين يكون عندهم واحد الوزن أكثر من السنة اللي قبل. بالنسبة للجانب التنظيمي الحمد لله كل شيء باش نعرفوا بخير، الأمور هي هذيك، الناس كلشي فرحان. ويعتبر هذا المهرجان هو الأول من نوعه في جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يستهدف الطفل القروي في القصر الصغير ونواحيه، ويسعى لمنحه قدراً من المتعة والترفيه ممزوجاً بتشجيعهم على روح المبادرة والإبداع. اهتمامها بالطفل القروي المتعطش لمثل هذه المهرجانات لابراز مواهبه الفنيه والثقافيه. فخورين حيت حنا كنقدموا البلاد ديالنا وكنقدموا تطوان، وحنا فرحانين بزاف وكنشكروا الاستاذه ديالنا والاستاذ بلال. جيت نجود القران ونتفرج العواون، وهذا شرف لي اني نكون هنايا، وكنت
نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ والتلميذات. هذا المهرجان زوين بزاف وكنتمنى كل عام يبقى يديروه. هذا المسرح زوين بزاف وأغنية زوينة بزاف والرقص زوين بزاف. صراحة حنا فرحانين بزاف بالتواجد ديالنا في هذا المهرجان ونتمنى نكونوا درنا شي زعما شي عمل اللي كنا زعما نشرفوا به هذه المدينة هذه. تحية للحضور اللي هنايا معنا وتحية للأستاذة ديالنا اللي كانت معنا اللي كانت عاونتنا باش نجيو هنايا نعدلوا هذا الاستعراض هذا. We'll be right back.